على بركة الله سبحانه وتعالى. حلقة اليوم بإذن الله سوف نتكلم عن أحد أهم وأندر وأغرب العلاجات المستخدمة منذ القدم في مسألة اللي هي العقم عند النساء، أو مسألة اللي هي انقطاع الدورة. ليس أن العقم ممكن الدورة بتأتي، ولكن بيكون فيه عقم وممكن بتأتيش أو بتأتي مخلطة. طبعا العقم هذا ليه الكثير جدا من الأسباب. الأسباب هذه ممكن كيف تتعرف عليها؟ طبعا مع طبيبك الخاص عن طريق الليزيناليز ليبابي اللي هي التحاليل اللي بيقوم بها طبيبك الخاص، او اللي هي الايكوغرافي اذا كان الصور، يعني اذا كان عندك ما يعرف ب داء الكيسات المتعدد او التكيس المضاد. تمام. ولكن من ضمن هذه الاسباب يوجد سبب شائع اللي هو ما يسمى بهرمون ال LH او هرمون اللوتيني او الملوتين او هرمون الجسم الاصفر. طبعا هذا الهرمون ما هو؟ هو هرمون بتفرزه الغده النخاميه، اللي هي طبعا مسؤولة عن اللي هي إطلاق بعض الهرمونات الأنثوية المسؤولة عن التبويض أو عن الدورة. أوكي. طبعا هناك بعض الإبر في حالة نقص هذا الهرمون إذا ارتفع بسبب عقم، ارتفع على الحد الطبيعي، إذا نقص بسبب أيضا العقم. تمام. الآن بإذن الله تعالى سوف نتكلم اليوم فقط حول هذا الموضوع. بالنسبة لي هذا الهرمون كيف انت ممكن تعرف اذا كان زايد او اذا كان ناقص؟ فهو كما اخبرتك المفروض ان الطبيب الخاص بك عندما يقوم بعمل اللي هي التحاليل يقوم من ضمن هذه التحاليل كثير جدا من التحاليل، من ضمنها اللي هو هرمونات الغدة النخامية اللي هي الاف اس اتش وال ال اتش الملوتين، هذا الخاص بحلقتنا اليوم، وايضا يقوم بعمل اللي هي الاستروجين وغير ذلك. المهم يجب معرفة التالي، عند ما يكون في خلل في هذا الهرمون غالبا اما بيعطوا اللي هي ابر معوضه اللي هو هرمون صناعي، غالبا ما بياتيش بالنتيجه السليمه، يعني اذا كان خاصه اللي هي الادويه اللي في المنطقه العربيه هيش بجوده الادويه اللي موجوده في الولايات المتحده او موجوده في المانيا. فالمهم عندما يكون في خلل بيعطوا اللي هي هرمون معوض، وعندما يكون مرتفع هذا الهرمون، يعني عندما يكون مرتفع بيعطوا ايضا اللي هي حبوب اخرى تقوم بانزال او تطبيط عمل اللي هي الغده النخاميه. لا اريد ان ادخلكم الان في متاهات. عندما يكون في خلل، خلاصه القول يعني عندما يكون فيه خلل في هرمون ال ال اتش اذا كان زايد ماذا بتعمل، واذا كان ناقص ماذا بتعمل، ومتى يمكن انك انت تاخذه؟ باختصار شديد جدا، اول شيء بتاخذ فيه نبات يسمى البردقوش، بيؤخذ مرتين أسبوعيا هذا عند العطار. طريقة الغلي ملعقة صغيرة في كأسين من الماء، لما المياه تصير بتغلي بتضع في هذه الملعقة من البردقوش أو ملعقة ونصف تضع. طبعا دائما وابدا نتكلم عن ملعقة صغيرة، طبعا حتى إلى غاية الاثنين ملعقة عادي، يعني ما هيش مشكلة. تمام. إلى غاية هذا الحد فقط، مرتين أسبوعيا مش أكثر. بتغلها على لما تصير المياه بتغلي، بتضع الملعقتين هذم الصغار، طبعا دائما هو بتكلم على ملعقة قهوة، مدة دقيقتين ثلاثة، بعد ذلك بتطفي الغاز وتقوم بتغطيتها وتصفى وتشرب. هذا طبعا للضبط فقط الهرمون، يعني ضبط العمل الغدد. أما بالنسبة لي الـ H فعليك عندما يكون مرتفع، عندما تجد أنت مرتفع للغاية تأخذ التالي، تأخذ البقدونس، حزمة من البقدونس تغسلها جيدا، تضربها في الخلاط مع الماء وتشربها اللي هي مرتين أسبوعيا، البقدونس هذا العادي اللي يباع، هذا لكي يقوم بتنزيل أو تطبيط عمل اللي هي الغدة النخامية. وأهم شيء أهم شيء أهم شيء الخاص بالحلقة الخاصة بنا اليوم بالنسبة للهرمون الـ H عندما يكون مرتفع تأخذ اللي هي ما يعرف بكف مريم، تباع أيضا في العطرية عادي جدا، يعني لا ضرر ولا ضرار من استخدامها. تقوم ايضا بغلي الخاص بها، بتاتي هكذا مثل تجدها مثل العيدان هكذا، اكتب فقط اللي هي كف مريم بتظهر لك الان صور الخاصه بها، ايضا بتجدها هكذا، ممكن بتاخذ تكسر شويه اعواد منها وبتغليها على الماء وتقوم بتصفيتها وتشربها اللي هي مده يوميا الى غايه انه يضبط الهرمون، بعد ذلك تقوم باخذها مرتين ثلاثه اسبوعيا. تمام. طبعا عندما يضبط الهرمون ينصح باللي هو اخذ، يعني ينصح ب اللي هو مع طبيبك الخاص باخذ اللي هي بعض الفيتامينات الاخرى مثل الفوليك اسيد لكي تقوم بدعم اللي هي صحه الغدد بصفه عامه بما فيها الغده النخاميه. اما المغزى الخاص بحلقتنا اليوم اللي هو لما بينقص الهرمون هذا، لما بينقص الهرمون هذا ال LH، غالبا الهرمونات التعويضية هذه بتكون هرمونات غير طبيعية، بتأتيش طبعا بالنتيجة السليمة. فعليك بأخذ التالي، تأتي ب
300 جرام من بذور الجزر اللي هي تباع ايضا في العطريه عادي جدا يعني، بذور الجزر العاديه، ولكن يستحسن انك انت لا تاخذها تكون مدواء او عاملين لها اسمده او شيء. دائما وابدا نتكلم عن الطبيعي، يعني انا غير مسؤول انت تمشي تشتري بذور تكون مدواء او شيء وبتاتي بتخبر لا ما اتت ليش بنتيجه او شيء، لا دائما وابدا نتكلم عن جوده البذور هذه تكون انت مسؤول عليها. اوكي اتفقنا على ذلك. تقوم بتغلية اللي هي المياه اللي هي أيضا كأسين كبار من المياه، لما بصيروا بيغلوا بتضع فيهم ملعقتين صغار يوميا من بذور الجزر، تقوم بوضعها لمدة دقيقتين ثلاثة، بعد ذلك تقوم ب طبعا تكون مسحوقة، البذور يجب أن هي تكون مسحوقة. أوكي تقوم ب اللي هي تصفيتها وشربها أوكي مرتين يوميا قبل الأكل بربع ساعة. هذه تقوم بتعويض هذاك الهرمون الناقص وتحفيز الغدة النخامية للعمل بالشكل السليم وإفراز هرمون اللوتين اللي هو الجسم الأصفر. اللوتين هذا اللي بنعوضه فيه اللي هو الطبيعي، هذا بيكون راه موجود في كل شيء أصفر، موجود في بذور الجزر أكثر شيء مركز وخاصة للنساء، أيضا اللي هو الهرمون أيضا هذا موجود في الشمام، في البطيخ، في البشملة، في أي شيء من الخضروات اللي لونه أصفر، ولكن نحن الآن اتجهنا إلى بذور الجزر لأن هذه الوصفة فعالة للغاية. أيضا عند الرجال حتى هي اللي بيكون عندهم مشاكل في سواء كان قلة الحيوانات المنوية أو ضعف الحركة أو اللي هي أحيانا مرض يسمى بمرض النكاف. المرض هذا إلى غاية الآن علميا طبيا يعني فيه اللي هي فيه يعني أبحاث قائمة عليه، ولكن كحل جذري 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 إلى هذا الموضوع إلى غاية هذه اللحظة لغاية نزول هذا الفيديو طبعا غير موجود. المشكلة الخاصة به هذا انه هو ايضا الغدة النخامية هي اللي عند الرجال هي المسؤولة عن افراز اللي هي اطلاق هرمون التستوستيرون المسؤول عن اللي هي تخليق الحيوانات المنوية، فافراز هرمون اللوتين هذا ما بيكونش موجود، فعليك انك انت تقوم ايضا باللي هو تعويضه عن طريق اللي هي بذور الجزر. واضح حتى الادوية الان اللي طبعا بتشوف الابحاث للان واعدة وعاملين كثير جدا من التجارب السريرية يعني العلاج المشكلة هذه، فهي جميعها مستخلصة من بذور الجزر. أوكي وهذه على فكرة بذور الجزر سواء كان العقم عند الرجال أو النساء فهي أمر طبعا متوارث نتوارثه منذ القدم، طبعا شيء شعبي بيأتي بنتيجة ما يعرف بالملاحظ بالتجربة، ولكن ما بيعرفوش طبعا الناس اللي هي بتبيع الأعشاب أو شيء اللي هي ما يش دارسة الهرمونات أو التكوين النباتي، فبتقوم ب يعني بتصف هذه الوصفه وبالفعل بتاتي بنتيجه، ولكن مش عارفين السبب او لماذا. هي المشكله هي فقط ان هم بيلعبوا على هرمون ال ال اتش او اللوتين اللي هو موجود في جميع الاشياء الصفراء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يمكن الاستشارات رقم الواتساب موجود اسفل هذا الفيديو، قم بمراسلتي وخلاص هذا ان اردت اي شيء. لا تقوم بعمل اي شيء نهائيا ولا باي طبعا ولا باي شكل من الأشكال قبل استشارة طبيبك الخاص. نحن نتكلم فقط من باب التثقيف العلمي، غير ذلك مع طبيبك الخاص والأجدر يمكن يقول لك أوكي خذها لا ضرر ولا ضرار فيها، خاصة إذا كانت أشياء طبيعية مثل هذه، أو ممكن يخبرك لا ممكن تتعارض مع اللي هي الأدوية اللي أنت بتأخذها. المهم كان هذا هو الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.